بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من لقاء خاص. هذا اللقاء الذي يعنى باستضافة عدد من الأسماء والشخصيات التي برزت في الساحة خلينا نقول الساحة السودانية بكافة أشكال مختلفة، والحديث بالتأكيد عن العديد من المواضيع الهامة جدا التي هي تؤرق الشأن السوداني، ونتحدث عن المفاهيم الأساسية لعملية التطوير والنماء لهذا البلد الكبير السودان، وكثير من الأهداف التي نرنو لها ونأمل بإذن الله للسودان بالتعاون والاستمرارية في تقديم كل ما هو ممكن كي نصبح نعود لسابق العهد، وبالتأكيد الحديث عن النماء والتنمية والرفاء والاستقرار والأمن والأمان. أهلا بكم مشاهدي الكرام هذه المرة من ولاية الجزيرة، هذه الولاية الخضراء التي لها إسهاما كبيرا في السودان بشكل عام، والتي كان لها دور أساسي في نشر اسم السودان خارج البلاد بمشاريع كبيرة بأسماء عظيمة. فأهلا ومرحبا بواحدة من الشخصيات المهمة جدا التي نتحدث معها اليوم. نتحدث عن مواضيع مختلفة لها علاقة بمسألة التنمية والإعمار والاقتصاد في ولاية الجزيرة، وأيضا نتحدث عن لجان المقاومة التي كان لها أيضا الأثر الكبير في عملية الثورة واستقرار الحياة بكافة المستطاع لتقديم أفكار جديدة، أفكار ثورية يحملها شباب وأساتذة جامعات، وبالتأكيد عدد كبير جدا من أبناء هذه الولاية الكبيرة. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا من ولاية الجزيرة من ود مدني، ونسعد أن نكون الآن داخل مكتب مدير جامعة الجزيرة، هذا الصرح الأكاديمي الكبير، ونرحب بضيفنا هذه الحلقة بروفيسور محمد طه يوسف الأمين، وهو مدير جامعة الجزيرة. بالتأكيد هو عضو تجمع أساتذة الجامعات السودانية تجمع المهنيين، وعضو تجمع أساتذة جامعة الجزيرة، رئيس اللجنة العليا للأزمات والطوارئ في ولاية الجزيرة، وخبير أيضا في مجال السلامة الإحيائية في الأغذية والمنتجات المحورة وراثيا. لديه العديد من الأوراق العلمية وبالتأكيد العلاقات الممتدة داخل وخارج البلاد. أهلا ومرحبا بك كثير بروفيسور، سعدنا جدا باستضافتك في لقاء خاص، وشكرا لاستضافتنا في مكتبك. مرحبا وشكرا جزيلا، وشكرا لهذا اللقاء، ومرحبا بكم في جامعة الجزيرة. وانا افتكر انه يعني انتم حتكونوا اضافه كبيره جدا لنا في العهد الجديد ده وفي الاداره الجديده لجامعه الجزيره، ونتمنى انه علاقتنا تدوم على سنه ننقل كل ما هو جديد ومفيد بالنسبه للشعب. ان شاء الله باذن الله تعالى بنحييكم ونبارك لك ايضا يعني بدايه تقلدك هذا المنصب، ونامل ان شاء الله لك كل التوفيق باذن الله. في البدايه نتحدث يمكن عن بروف محمد طه يوسف كشخصية سودانية لها إسهامات كثيرة جدا على المجال الأكاديمي، نتعرف عليك بشكل خاص على البطاقة الشخصية في البداية ومن ثم نبدأ الحوار. طيب شكرا جزيلا، أنا بروفيسور محمد طه يوسف، أنا بعمل منذ 97 في المعهد القومي لتنمية الصادرات البستانية كمربي لمحاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية. من أبناء ولاية الجزيرة؟ أنا من أبناء ولاية من أبناء الشمالية. الشمالية نعم. لكن الآن ممتد. أنا ممتد من الشمالية لغاية ولاية الجزيرة وحتى منطقة الدمازين والقضارف وكذا، في يعني في أعمال تختص بشغل اللي هو تنمية أو إضافة أصناف جديدة بالنسبة للتشكيلة المحصولية في هذه الولايات. فبالتالي أنا بفتكر أنه أنا ابن السودان. صحيح. أيوة، أتمنى أن الجميع يكون هو ابن السودان في بالتأكيد. في إطار الوحدة والتنوع. أنا أفتكر أنه إدارة الوحدة والتنوع هي واحدة من الحاجات الأساسية جدا في المرحلة القادمة، على سنه احنا نكون كلنا أبناء السودان نخدم في جميع أطراف السودان وفي وسطه وفي كل يعني المواقع، على سنه المصلحة حقيقة هي مصلحة عامة الشعب السوداني ومصلحة السودان. أتمنى السودان حقيقة النماء والتطور في العهد الجديد بإذن الله تعالى. طبعا هذه المقدمة والتقدمة لا علاقة بالزراعة بشكل مباشر يعني، فبالتأكيد الزراعة في كل أنحاء السودان لديها خصوصية، كل مكان عنده محاصيله الخاصة به، وبالتأكيد الحديث عن السودان في الزراعة حديث جميل، وخاصة أنك عملت أبحاث كثيرة جدا في هذا الموضوع له علاقة أيضا بتحسين النوعيات أيا كان في عدد من المحاصيل الحقلية المختلفة. الحديث بالتأكيد عن يعني
جامعة الجزيرة باعتبارها واحدة من الصروح العلمية المعروفة في هذا المجال، وجدت نفسك بالتأكيد في هذا المكان، خاصة عندما تحدث عن الأبحاث العلمية ومركز الأبحاث، وإضافة أيضا ما قدمته في من أبحاث في هذه الجامعة. نتحدث عن هذا النقطة تحديدا، لأنه أعتقد أن الأبحاث العلمية هي لها ضرورة كبيرة جدا في عملية التنمية. نفتكر أن جامعة الجزيرة بفلسفتها اللي قامت عليها هي خدمة المجتمع في المقام الأول. صحيح. تتميز جامعة الجزيرة عن يمكن عديد من الجامعات السودانية بأنها هي أولت مزالة البحث العلمي اهتمام خاص. عدد كبير جدا من المعاهد المتخصصة، يعني لو مسكنا المعاهد، معهد الزيوت، معهد السكر، معهد المعهد القومي لتنمية الصادرات البستانية، معهد إسلام المعرفة، العديد من المعاهد اللي خصصة حقيقة لأهداف محددة وبأنها تخدم قضية البحث العلمي في مجالات محددة، حقيقة تنعكس في النهاية لقضايا تنموية ممكن تهم السودان بصورة عامة. فتتميز جامعة الجزيرة أنا أفتكر هي بوجود عديد من مراكز البحث العلمي، من المعاهد اللي بتدير أساسا الآن العملية. حقيقة هي تعاني من إشكالات كثيرة جدا، لكن أنا أفتكر أنه يعني عندنا الأساس في جامعة الجزيرة نحن نتميز بوجود أساس قوي جدا للبحث العلمي. المركز يعني مركز مختبرات محمد عبيد المبارك، بروفيسور محمد عبيد المبارك، اللي هي من مختبراتها المتقدمة جدا واللي نعول عليها كثير حقيقة في المرحلة القادمة. فهنالك انا بفتكر بنيات كبيره جدا تاسست للبحث العلمي، يعني تنتظر حقيقه انطلاقه في انها هي تؤسس لوضع جديد في مجال الزراعه. قضيه الزراعه نفتكرها هي قضيه كبيره جدا، تساهم كمثال معهد الصادرات البستانيه في انه يرقي حقيقه مزاله الصادر البستاني عبر يعني استنباط اعداد كبيره من المحاصيل، الاصناف اللي هي المقاومه للافات والامراض وذات الجوده العاليه وعندها تنافسية عالية جدا في الأسواق العالمية، وكذلك عدد من مؤسسات البحث العلمي الموجودة في الجامعة. لكن قضايا الزراعة حقيقة هي فوق لقضية البحث العلمي، هي محتاجة لشغل كبير جدا، وأتمنى أن وزارة الزراعة هي يعني بالتأكيد هي حتقوم بدور كبير جدا، وإنها تضع أولويات في مقدمتها. نحن في جامعة الجزيرة اللي هي نحن في قلب مشروع الجزيرة اللي بيعاني من أزمات كثيرة جدا، لابد انها هي تنتظر حل حقيقة، ان هذا المشروع انا افتكره الان هو مغيب وينتظر انطلاقه، ولو بدا يعني انطلاقه بسيطه انا افتكر انه هو يقدر يعني يمشي بشكل كبير جدا. شنو المطلوب برايك يا بروف؟ يعني اكيد احنا بنتكلم بانه عندنا مشروع كبير اسمه مشروع الجزيره، عندنا مركز ابحاث علمي كبير، عندنا اساتذه ومختصين في المجال في كل المجال له علاقه بالزراعه، شنو المطلوب؟ شنو المفروض يكون موجود على اساس انه نشتغل كلنا مع بعض ونرجع يعني مشروع الجزيره لسابق العهد؟ انا افتكر مشروع الجزيره هو واحده من المشاريع الأساسية جدا اللي استهدفت حقيقة في العهد السابق. يعني تم يعني أنا أفتكر أنه تم يعني تصرف سيء جدا في كل البنيات الأساسية الموجودة فيه، بما فيها السكة حديد، البساتين، الهندسة الزراعية وكذا، دي كلها بيعت على يعني مسمع ومرأة للجميع. أنا أفتكر أنه تم تصفية مشروع الجزيرة بشكل مؤسسي وبشكل واضح جدا، والغرض الأساسي كان هو ليس لخدمة مشروع الجزيرة نفسه لكن لأغراض تانية. فبالتالي مشروع الجزيرة الآن يعاني حقيقة من إشكالات كبيرة جدا، اللي هي تتمثل في عدم توفر التمويل اللازم، ضعف البنيات الأساسية، دي واحدة من الحاجات الأساسية الموجودة، ووجود بدائل علاقات إنتاج متقدمة. أفتكر إنه العلاقات الإنتاج اللي صاحبت الفترة السابقة كلها كان يمكن تطويرها، لكن انضربت بقانون 2005 اللي هو الأساس، انضرب عرض الحائط بكل العلاقات المتميزة بين أفراد بين المجموعات الداخلة في العملية الإنتاجية، وفرض واقع جديد مختلف خالص لا يخدم قضية الزراعة في السودان، دي واحدة من الإشكالات. الضرائب المركبة، ويمكن الدكتور حمدوك هو أشار لها، هي إنه في عدد كبير جدا من الضرائب بتقعد بالعملية الإنتاجية وبتخلي إنه هامش الربح، يعني الربح هامشي جدا بالنسبة للمنتج، فبالتالي هي واحدة من الإشكالات. لابد من مراجعة سلسلة القيمة باعتبار أنه عدد كبير جدا من التداخلات الموجودة لا تخدم قضية الزراعة، وجود وسطاء بشكل كبير جدا لا أقعد أنا بفتكره العملية الزراعية، البرمجة في العملية الأساس في الموضوع. أنا أفتكر أنه مشروع الجزيرة مفترض يظل واحد موحد على مستوى الإدارة ومستوى القرار. الآن بقى نشاهده في تشكيلة التركيبة المحصولية الموجودة، العمل الموجود، أنا أفتكر أنه هناك
يعني القبضة الإدارية على مشروع الجزيرة ضعيفة جدا، القرار الإداري ضعيف جدا، مسألة هوية المشروع نفتكر هنا الآن داير توضيح كبير جدا. فهو يعاني مثله زيه زي المشاريع الثانية، زي مشروع الرهد، مشروع السوكي، عدد من المشاريع كان تنموية كان هي وعاشية كان ممكن هي تحرك العملية الإنتاجية، هي الآن مقعدة بأسباب كثيرة جدا. يمكن الناس يعني يضعوها في أولويات ويبدأ التحرك السريع جدا في المسألة. الآن في ضعف في مشروع الجزيرة، نفتكره أنا من الناس المراقبين أنه عملية الموسم الزراعي يعني هو ضعيف جدا، المساحات الموجودة ضعيفة جدا، فبالتالي لابد من حركة سريعة جدا في أنه الناس يقدروا يستفيدوا من المساحات طلعت خارج العملية الإنتاجية في الخريف، والاستعاضة منها فيها بها في محصول أساسي زي محصول القمح اللي هو واحدة من السلع الاستراتيجية جدا اللي بتهدد حتى وجود أنظمة في السودان. فبالتالي أنا من هنا بوجه حقيقة يعني صوتي أو مقترحي لوزارة الزراعة في إنها هي الآن يعني في مساحات كبيرة جدا يمكن استغلالها الآن لوجود لبداية أساسية وبداية قوية جدا لتثبيت يعني السلطة بشكل أساسي جدا يتمثل في تحديد يعني زراعة مساحات كبيرة جدا من القمح. علمنا بأنه في تخطيط ل 400 ألف فدان الآن، أنا أفتكر أنه يفترض أنه يتم العمل فيها، والمساحات دي هي قابلة حقيقة للزيادة. فالاهتمام والأولوية أنا أفتكر أنه مفروض يصب في اتجاه يعني أنه المساحات دي يتم تأسيسها، يتم الرغابة عليها بشكل مؤسسي. مسألة السلطة الإدارية أو الإدارة في مشروع الجزيرة هي ما متنزلة بالشكل الكافي اللي يمكن أنه يحكم هذه العملية. فافتكر أنه ممكن لوزارة الزراعة أنها هي تشي بضي أو جسم سريع جدا يشرف على هذه المساحات حتى نحقق حقيقة استقرار في مشروع الجزيرة. الآن مشروع الجزيرة مهدد بأنه للضياع إذا ما استغلينا حقيقة في المواسم القريبة الشغل. يفترض أنه يكون حقيقة عندنا خطط قريبة يعني قصيرة المدى، خطط متوسطة المدى، وخطط طويلة المدى. وواحدة من الإشكالات أنا بفتكر أنه مشروع الجزيرة هو السودان بكل تشكيلاته المختلفة. الفشل في مشروع الجزيرة يعني فشل السودان كله. فبالتالي يعني أنا بفتكر أنه مزيد من الانتباه لمشروع الجزيرة يمكن يحقق استقرار السودان كله. نعم بإذن الله تعالى، هذا ما نأمله بإذن الله. طيب بالحديث عن الإدارة، يمكن في خلل كبير في الإدارة هو اللي عمل الإشكال الحقيقي لمشروع الجزيرة. في كثير من الاتحادات القائمة وكثير من الجمعيات القائمة برضو اللي هي بتدعم عملية الإنتاج بتحاول إنها تساعد المزارع البسيط في توفير إمكانات بسيطة جدا على أساس إنه يزرع ما يستطيع زرعه، وبالتأكيد بتكون في بعض المشكلات الموجودة في التقاوي في الأسعار، في حتى القيمة الراجعة بالنسبة له كفائدة هي بتكون بسيطة جدا بنسبة ما يكون موجود في السوق. يعني شنو الامكانات برايك يعني وانت خبير في هذا المجال انه يتم استيعاب كل الجمعيات كل اللجان كل من هو في صالحه انه مشروع الجزيره هو يقوم ويعود؟ يعني مساله ممكن تكون هي مشتركه ما بين الوزاره وما بين المزارعين وما بين هذه الجمعيات او هذه المؤسسات. وانا افتكر انه قانون تنظيمات العمل الزراعي والحيواني الان يفترض انه يعني هو اطلق يد المزارعين في انه يكون تنظيمات محدده ويمشي فيها في اتجاه يعني انه يكون للمزارع حقيقة السلطة العليا في القرار وفي التنفيذ على حد سواء. القانون ده نفتكره انه بما يحقق عنده ايجابيات وعنده سلبيات. القضية الأساسية نفتكرها انه في مشروع الجزيرة هي والملمح الأساسي هي وحدة القرار في مشروع الجزيرة. المزالة الفنية في تنظيمات العمل الزراعي والحيواني نفتكرها انها هي ما نظر لها بشكل قوي جدا. أطلق اليد المزارع على سنه هو يكون تجمعاته الأساسية، لكن ما نظر للعملية الفنية نفتكرها بشكل كافي. فبالتالي المشروع لابد أن تحكم دورة زراعية على مستوى الفني، فبالتالي الأراضي هي معرضة للضياع. استغلال الأمثل للمياه نفتكره هو واحدة من الحاجات الإشكالات اللي ممكن هي تواجه هذه القضايا. فبالتالي لابد أنه ينظر أن نفتكر المشروع بشكل علاقات إنتاج متطورة الآن يمكن النظر لها بشكل جيد جدا عبر يعني النظر لما حولنا من تجارب للشعوب بصورة عامة، وخصوصية مشروع الجزيرة بشكل خاص، وتاريخ مشروع الجزيرة. تاريخ أنا بفتكر مشروع الجزيرة حقق فترات طويلة من الاستقرار في العملية الإنتاجية، لكن أقعد به برضه لأنه ما ينطلق بشكل كامل لبعض السياسات.
فبالتالي لابد من وجود أرضية، ولابد من نقاش مستفيد جدا وعمل دؤوب جدا، لانه نحن نصل حقيقه لعلاقه الانتاج اللي بتمسي اللي بتلم كل الاضلاع اللي هي بما فيها اداء المزارعين، اداره مشروع الجزيره، مسائل التمويل، المسائل الفنيه، كل الاضلاع المهمه اللي يفترض انها تدخل في العمليه الانتاجيه، لابد انه وجود علاقات متشابكه وعلاقات سلسه وسهله وحركتها سريعه جدا ومنسجمه على سنه نحقق الانطلاق. الآن العالم كله يعاني من نقص في الغذاء ونحن نتفرج، ونحن من الناس الحقيقة نعتمد أساسا على الغذاء من الخارج، سواء كان أغذية محورة، سواء كان أغذية لا تطابق المواصفات، هي حاجة انفيرير جدا، العالم ما يعني يدخلها لحدود الجمركية، نحن بندخلها بشكل واضح جدا وصريح، وبنعلن أنه الغرض الأساسي هو الاكتفاء الذاتي وليس الجودة وليس صحة الإنسان. فدي انا افتكر انه لو لونجر هي تمشي لقدام. لابد من اخذ جميع الاعتبارات، وفي مقدمتها صحه المواطن، في مقدمتها يعني قيام يعني انه نحن نعتمد حقيقه على يعني استغلال امثل لمواردنا بانه نحقق يعني نهضه زراعيه متقدمه. وانا افتكر انه العديد من الناس المتخصصين في الزراعه عندهم ممكن يكونوا اسهاماتهم الكبيره جدا اذا كان حقيقه خلقنا مناخ، لانه يعني يتعمل ورش عمل، تتعمل ملتقيات، يتعمل يطرح المجال ده بشكل كافي جدا علشان الناس يفتشوا حقيقه المخرج الامن لعمليه الزراعه في السودان، اللي هي في النهايه تهدد، اذا فشلت هذه القضيه تهدد جميع اوجه الاستقرار في السودان. صحيح صحيح، هي حاجه اساسيه. نعم، تكلمت عن نقطه مهمه بروف، لها علاقه بالمحاصيل اللي هي بتجينا من الخارج واللي هي بتهدد صحه المواطن بشكل اساسي. في كثير من الابحاث العلميه اللي قامت، وحضرتك مربي نبات اساسا واجهزت او تمت اجازه 9 اصناف المحاصيل الخضر والمحاصيل الحقليه. كيف ممكن احنا نستفيد يعني من هذه الدراسات اللي تفضلت بها؟ وبالتاكيد في عدد كبير جدا من المتخصصين اللي عندهم برضو إجازات كمثل هذه التسع إجازات اللي شاركت بها، ممكن إحنا نعمل شنو في الفترة القادمة على أساس أنه نساهم في عملية نشر الوعي بالنسبة للمزارعين، إدخال هذه المحاصيل وتكون بشكل آمن، وفي الآخر طبعا المنتوج بيكون إيجابي جدا للسوق السوداني وللمواطن بالتأكيد. أنا أفتكر أنه يعني لو نظرنا للمسألة بتاعة تربية الأصناف، أنا أفتكرها واحدة من الحاجات الضرورية جدا والملحة، في انه لابد من يعني الدفع بقوه. انا افتكر في اتجاه انه الناس يتعرفوا على يعني اصنافنا الموجوده والقضايا اللي بتواجه العمليه الانتاجيه، ويصيغوا حقيقه يعني برامج متقدمه جدا في اتجاه الاستفاده من الموارد الوراثيه النباتيه الموجوده في السودان، وتطوير الاصناف الموجوده اصلا، والدفع بعمل مؤسس وقانوني ويعني وفني على اساس انه نحن حقيقه نكتفي. التجربه في السودان اللي هي تاريخ تربيه الاصناف في السودان قديم جدا، لكن لو الان نظرنا لنهضه اثيوبيا الان في العشر سنوات السابقه، هي عدد يعني شغل قوي جدا. لو بس نظرنا للجهد المبذول والاجتهاد، ما مش بس على مستوى انها زراعتها، في حاجات هي ما بتزرع لكن كان عندها اسهام كبير جدا في انها جعلتها تتصدر الدول يعني حتى في الصادرات يعني بالنسبه لها. يعني اذا نظرنا للمجهود القوي جدا اللي بيعمل فيه دكتور الطاهر ابراهيم في وحده الموارد الوراثيه في هيئه البحوث الزراعيه، ده حقيقه ينتظر دعم قوي جدا على سنه احنا نستفيد حقيقه في جمع وتصنيف والاستفاده من الموارد المحليه الوراثيه النباتيه في السودان. عندنا رصيد كبير جدا يمكن استغلاله، عندنا متخصصين في مجال تربيه النبات ممكن يستفيدوا ويشوفوا ما هي اولويات يعني تربيه النبات في السودان. نحن عندنا مشاكلنا، افاتنا المختلفه، امراضنا المختلفه، ظروفنا البيئيه المختلفه، فبالتالي يمكن عمل قوي جدا على سنه احنا ندعم اصنافنا الموجوده اصلا بصفات يعني متقدمه على سنه نزيد في الانتاجيه ونزيد في استدامه العمل ونطور حقيقه العمل الزراعي بصوره عامه. ان شاء الله نامل ذلك باذن الله تعالى. يمكن دي بعض الدردشه خلينا نقول لها علاقه بالزراعه ومستقبل الزراعه في السودان وخاصه في ولايه الجزيره. الحديث عن الجامعه بالتاكيد حديث شيق جدا وجميل جدا ويستهوي كثير من الناس، لانه عندنا عدد كبير جدا حقيقه عمل في هذه الجامعه كاساتذه او كطلاب تخرجوا من هذا الصرح العلمي الكبير. الجامعه بالتاكيد فيها كثير من التخصصات، فيها
كثير من المجالات المختلفة، فيها معينات حتى لبعض الكليات الموجودة. بما أنك استلمت مقاليد هذا المكتب، وهذا المكتب الهام جدا لواحدة من أهم جامعات السودان، كيف تنظر لباقي الكليات ومسألة التطوير في هذا الجانب، وخاصة أنه عندك كان يعني سفريات كثيرة جدا يعني، وعلاقات بفرنسا وباليابان بحكم دراستك وأيضا بحكم العلاقات، فكيف ممكن إحنا نطور هذه الجامعة على أساس أنها تكون الجامعة رقم واحد إن شاء الله في العالم يا رب؟ نتمنى ذلك. أنا أفتكر أنه يعني ما أقعد بالتعليم العالي ككل في السودان هي قضية يعني انغلاق السودان، يعني علاقات ما يفيد التعليم العالي حقيقة أنه يكون الجو على مستوى السياسات الخارجية هو منفتح تجاه العالم. نحن حقيقة في فترة طويلة جدا اللي هي طوال 30 سنة الفاتت هي نحن فقدنا يعني علاقات كان يمكن انها تكون ايجابية جدا، وكان ممكن تساعد بدفع عملية شراكات بتكون مع يعني شراكات قوية جدا ممكن صحيح. تكون مع الجامعات الامريكية، الجامعات الاوروبية، وعدد كبير من الجامعات المتقدمة نحن فقدناها حقيقة، لانه سياستنا الخارجية كانت هي شابة كثير من القضايا اللي واضحة للناس اللي هي بالشكل في إدانة السودان في الإرهاب وبقضايا كثيرة جدا، هي أقعدت بالتعليم العالي حقيقة. عدد كبير من الدول اللي أنا ذكرتها دي هي الداعمة للتعليم العالي حقيقة، هي اللي عندها تجارب عميقة يمكن الناس تستفيد منها. فنحن الآن انصرفنا لعلاقات حقيقة، ونشكر كل الجهات اللي كانت عندها علاقات ثنائية معنا على سنة تعمل، لكن أنا أفتكر أنه لابد من الدفاع بقوة للجامعات الموجوده في غرب العالم اللي هي في اوروبا وفي امريكا، على اساس انه احنا نستفيد وندفع بعمليه التعليم بصوره عامه. في سؤال ممكن يعني يطرح في هذا الجانب، يعني يقول لك احنا كاسماء سودانيه موجودين عندنا من العلوم ما يكفي، لما نكون موجودين خارج البلاد بيكون عندنا اسهاماتنا واسمنا، يعني في جزء من الناس او في راي من الناس بيقول بانه احنا يمكن ما نكون محتاجين بالقدر الكافي او الاساسي بانه يكون في شراكات ما بيننا وما بين جامعات او علاقات دوليه، لانه بحجم الطبيعه السودانيه هي طبيعه متعلمه، فرايك شنو في الجانب ده باعتبار انا افتكر دي هي قضيه مغلوطه، صح لما نجي نلقى عدد كبير من الباحثين الموجودين في اوروبا، يعني مشروع القمح العالمي ماسكو بروفيسور امير خريج جامعه الجزيره في يعني بكل ابحاث يعني على راس ابحاث مشروع القمح في امريكا هو بروفيسور، انا احييه حقيقه من جامعه الجزيره، والعديد العديد من الباحثين الموجودين في العالم وعلى مستويات كبيره جدا وعلى اداره مؤسسات ضخمه جدا للبحث العلمي هم يعني سودانيين. فانا افتكر انه ما ممكن العزله هي واحده من الاشكالات الكبيره جدا اللي اقعدت يعني على مستوى التطور التكنولوجي. انا افتكر انه العالم تجاوزنا بشكل كبير جدا اثناء انغلاقنا في الفتره اللي فاتت، فبالتالي نحن محتاجين حقيقه انه ما نمشي بالبطء اللازم علشان نحن نوفر ونمشي على هدى العالم من التطور، نحن لابد من وجود مرحله انتقاليه للغفز بالبحث العلمي. فدي اساسا انه لابد نحن نلتفت للجامعات المتقدمه على المستوى التكنولوجي اللي هو في اوروبا وفي امريكا. فبالتالي اذا كان ما عملنا هذا الكوبري على سن المرحله الانتقاليه على سن نحن ننتقل بسرعه للحاق بالعالم، انا افتكر نحن بنكون موجودين حقيقه على القاع زي ما حاصل حقيقه يعني، وما بنقدر نتطور. فبالتالي الملامح الاساسيه لوزاره التعليم العالي افتكرها والجامعات نفسها هي صياغه برامج انتقاليه للصعود. وده اللي احنا يعني ما نمشي على دارين نحن نقفز حقيقه عبر صياغه برامج دقيقه جدا لمرحله تساعدنا ان شاء الله في عمليه التطوير نلحق بالعالم كده. احنا هنعمل الربط ما بين السودانيين اللي بحقيقه عندهم اسهامات كبيره جدا في الخارج اذا جبنا هذه التقانات واستخدمناها بالشكل الكبير. برك محمد يعني طه يوسف الامين من هنا بس لو سمحت لي اتفضل. انه انا ادعو يعني كل خريجي جامعه الجزيره من علماء موجودين في العالم كلهم انه يعني يفيدونا بالفكره، يفيدونا بتجاربهم، يفيدونا بالامكانات الموجوده، يخلقوا لنا علاقات. والحمد لله السودان انفتح مع مؤسسات وما هم قاعدين فيها على اساس انه احنا حقيقه ندفع بجامعه الجزيره لقدام ان شاء الله باذن الله. اذا هذه دعوه من البروف خاصه ان شاء الله لكل القائمين على امل الشراكات لتقدم ان شاء الله الجامعات السودانيه. هذا القسم الاول من برنامج لقاء خاص والذي كان عن الجامعه. الفقره القادمه او المحطه القادمه باذن الله سنتحدث عن اللجنه العليا لازمات الطوارئ في ولايه الجزيره والتي يراسها بروفيسور محمد طه يوسف الامين بعد هذا الفاصل.
نحييكم مشاهدينا الكرام في لقاء خاص، وهذا اللقاء الذي هو من قلب ولاية الجزيرة من ود مدني وتحديدا من جامعة الجزيرة، هذا الصرح العلمي الكبير. ونحن نتحدث عن مواضيع مختلفة حقيقة هي لها علاقة بالتنمية والاستقرار والاقتصاد والشخصية السودانية التي نطمح بإذن الله تعالى أن تجد مكانة. دائما هي موجودة في الخارج كأسماء وأعلام، نأمل بإذن الله الفترة القادمة بهذا التغيير الكبير أن يجد يعني كل ما هو مستطاع لتوفير الأمن والأمان والاستقرار والاسم السوداني الذي دائما هو يعلو كل الشعوب. سعيدين نواصل هذا الحديث الجميل مع بروفيسور محمد طه يوسف الأمين مدير جامعة الجزيرة، وبالتأكيد لديه العديد من خلينا نقول عدد كبير ما شاء الله من الأبحاث العلمية التي قدمتها وعدد كبير من المواقع المختلفة التي تقلدتها. في القسم السابق تكلمنا عن الجامعة وتكلمنا عن الأدوار اللي هي ممكن تكون لها دور كبير. العلاقة الكبيرة بالطلاب بالتأكيد هي علاقة مهمة جدا، لابد أنه نديها مساحة قبل ما نختم أو نقفل ملف يعني هذه النقطة تحديدا. هتبدو متين إن شاء الله بداية فتح الجامعة؟ حقيقة قرر يعني مجلس عمداء كلية جامعة الجزيرة في أنه يعني حتكون يبدأ تسجيل إن شاء الله يوم 3/11، وعلى سنة تبدأ الدراسة يوم 10/11 إن شاء الله، ودي له كل الدفعات عدد دفعة 42 اللي يبدأ تسجيله يوم 29/12، ودليل لضيق المساحة حقيقة الموجودة في جامعة الجزيرة على مستوى المعامل وعلى مستوى القاعات وحتى على مستوى صندوق دعم الطلاب يختص الإسكان. عندنا دفعات متقدمة حقيقة دارين خريجة على سنه نلحق الدفعة 42، فنتمنى منهم الصبر شوية على سنه هي الفترة صغيرة جدا، إنه هم حيلحقوا بزملائهم إنه إن شاء الله يجهزوا نفسهم حيستغروا إن شاء الله. فحقيقة القرار ده جاء بعد شغل كبير جدا اتعمل اللي هو فيما يلي اللي هي النظر لقضية الاستقرار الأكاديمي في الجامعة عبر اجتماعات رؤساء القطاعات، وتكونت لجنة كبيرة جدا اللي هي ضمت عدد كبير جدا من حتى المؤسسات خارج الجامعة اللي عندها علاقة باستقرار الجامعة اللي هي صندوق دعم الطلاب، صندوق التأمين الصحي، مدير شرطة ولاية الجزيرة، اللي هي قسم التجارة وزارة المالية، عدد من الأجسام الحقيقة والمؤسسات اللي عندها علاقة باستقرار الجامعة، ومن هنا عدد كبير جدا من الإدارات اللي عندها علاقة برضو. تم الدراسة كاملة جدا على إنه توفير ما يلي يعني مزال توفير الخدمات اللي هي كان هاجسنا حقيقة، مزالة الداخليات كان هاجسنا، مزالة الخبز وعلى سنه لابد أن يتوفر، مزالة الوقود لابد أنها تتوفر، البطاقات التأمين الصحي لابد أنها هي تكون موجودة وجاهزة، مسائل القاعات والمسائل اللي عندها علاقة بالأكاديميات. في شغل كبير جدا اتعمل من اللجنة دي، وأنا أفتكر لابد من أنه يعني حقيقة يعني نشيد بهم اللي هي اللجنة الخاصة بوضع رؤية لفتح الجامعة، وتمخضت عنها حقيقة عديد جدا من النجاحات اللي هي تمثلت في أنه في اطميناننا نحن شخصيا على سنه أنه ممكن يفتح الجامعة على مستوى يكون يعني يخلينا حقيقة نستقبل الطلاب على وضع يعني مناسب، في انه نحن حقيقة ما دارين نجيب الطالب نجيبه في وضع ما يشبه هذا، اولياء الامور يطمئنوا على طلابهم ان هم جايبينهم لنا في جامعة الجزيرة. فالعمل ده تمخض في النهاية حقيقة في انه يعني انه جامعة الجزيرة ان شاء الله حتفتح يوم 3. يعني كل الامور الان جاهزه ومستقبلها استقبال الطلاب تمشي يعني. الان عندنا يعني عبركم نفتكر انه دارين نعلن اللي بدت يوم الخميس اللي هو بالامس بدت نفره جامعه الجزيره، وهي دي عندها مستويات كثيره جدا اللي هو ما نحن نحيي لجان المقاومه في المدني وفي الولايات في المدن والمحليات الاخرى في الولايه اللي فيها حقيقه كليات لجامعه الجزيره، بدأ بالأمس عمل كبير جدا وحقيقة نحن سعيدين به اللي هو بغالي مزال تصحيح البيئة في الجامعة وفي الداخليات. في الناس شهدوا حقيقة معجزات، في شغل ضخم جدا عمل من قبل الشباب لجان المقاومة ومن قبل طلاب الجامعة، وأنا حقيقة يعني عبركم برضو استنفر كل طلاب جامعة الجزيرة بمختلف فئاتهم بمختلف انتماءاتهم بمختلف توجهاتهم في أنه جامعة الجزيرة هي جامعتهم. وانا افتكر انه الاسبوع الاول ده نحن دايرين حقيقه يعني نستفيد منه في انه الطالب هو
يعني عنوان للعطاء وليس عنوان لانه هو لل يتبع لجهه محدده او لحزب معين وانما هو طالب لهذه الجامعه يعني هو للبذل للعطاء لانه هو يقدم لجامعته حقيقه بشكل كويس يساعد في استقراره وليس هو عنوان لمزاله الهدم. فانا افتكر نحن دايرين الطالب اللي بيجينا حقيقه هو عنوان للعطاء وليس الهدم. نحن حقيقه في نطمئن الطلاب كلهم انه نحن يعني في جامعه الجزيره والاساتذه والعاملين كلهم انه في جامعه الجزيره اداره جامعه الجزيره هي اداره لكل الناس الموجودين في جامعه الجزيره ويبقوا رؤيه جديده ويبقوا مفاهيم جديده. عملت جامعه الجزيره وقلنا عشان ما نرجع نحن لورا ونبدا نفكر في الماضي ووضعنا شعار في جامعه الجزيره قلنا هو شعارنا هو نيو ستارت. فلنبدا من هنا. نحن دايرين حقيقه الجميع يبدا من هنا على مستوى وضع الرؤى وتغيير المفاهيم وتغيير انخراط الناس مع بعضهم في عمليه هي بدايه جديده تهتم ايوه هي بدايه جديده حقيقه. نتمنى انه وفق مفاهيم جديده تسعى الكل لانه برنامجنا اللي اتخطينا حقيقه في التعليم العالي كمدراء جامعات انه نحن حنعطل في ظرف 6 شهور لسنه لقيام عمليه انتخابيه. يعني مدير الجامعه بعد سنه ان شاء الله ماكسيموم هو منتخب، نائب مدير الجامعه منتخب، وكيل الجامعه منتخب، العمداء منتخبين، رؤساء الاقسام منتخبين، اتحاد الطلاب منتخب، كل مؤسسات الجامعه، نقابه الجامعه منتخب وبشكل يعني وفق قانون جديد وبشكل يعني يشبه حقيقه التعليم العالي. فكل الكيانات دي هي بعد سنه ان شاء الله المزاره دي بتنخرط. فبالتالي ما يهمنا احنا الان في مرحلتنا دي او التكليف اللي جانا من التعليم العالي انه نحن نهيئ هذه الارضيه على مستوى اطلاق الحريات الموجوده الليله. ودائما في مفاهيم مغلوطه في الجامعات وفي التعليم في السودان بصوره عامه انه الان هي ممارسه عمل الديمقراطي. انا افتكر انه الان هي ممارسه هي مساله اطلاق الحريات للاستعداد للعمل الديمقراطي الجاي اللي هي على مستوى هياكل الدوله هو بعد 3 سنة، لكن على مستوى التعليم العالي مضرين انه يكون بعد سنه. وانا افتكر اذا كان التعليم العالي قدم النموذج اللي يقتدي به في جميع المؤسسات الثانيه بما فيها مؤسسات الدوله الكبيره، ده بفتكره ده يعني مسؤوليه تاريخيه بالنسبه للتعليم العالي انه يقدم في مزاله الانتقال الديمقراطي تجربه وهي نظره تقدميه حقيقه يعني صحيح التعليم وبالتالي هو الاساس. فبالتالي افتكره برنامج غني جدا بكميه من الرؤى وبكميه من المفاهيم تخلي كل زول داير وكل استاذ كل طالب كل موظف موجود في الجامعه موجود في خلافه من الجامعات السودانيه الثانيه انه يعمل بسعي حسيس جدا اذا كان هو داير يصل المنصب نفسه يساعد الجامعه الادارات الموجوده الان انها تهيئ له جامعات يقدر يقعد فيها في الكرسي ويدير الجامعه بشكل افضل. صحيح. الان في عجز كبير جدا على المستوى المالي، في ترهل على مستوى الهياكل، في اشكالات كبيره جدا على مستوى الجامعات السودانيه والناس كلها عارفاه. فنحن دايرين حقيقه مظهرت هذا الاصلاح، اصلاح اداري، اصلاح هيكل، اصلاح مؤسسي، اصلاح مالي، على اساس انه بيجي حقيقه يقعد في الكرسي ورانا ده بعد سنه هو يلقى حقيقه جامعه يقدر انه بسهوله شديده جدا يتم ادارتها وبسهوله شديده جدا يتم انتقال السلطه في داخلها والاداره في داخلها بشكل سلس وفق قانون وفق رؤى وفق لوائح تقدر تنظم هذه العمليه. صحيح. الدعوه افتكر للجميع الدعوه للطلاب في انه هم يجوا هم ياخذوا نصب عينهم استقرار الجامعه. نحن لكل الطلاب، نحن بندير كل الطلاب، نحن بنسمع لكل الطلاب، لكن انا افتكر ان الطلاب يعني لديهم دور كبير جدا يفترض يعملوه هو استقرار الجامعه. اللي يبدو من بعد بكره في اصحاح البيئه اللي هم حيقعدوا فيها واللي انخرطوا معانا كلنا كاساتذه وكعاملين في جامعه الجزيره وكموظفين على اساس انه نحقق البيئه الحد الادنى اللي بنقعد فيه ونمارس بعد ذلك كل الحريات المتاحه بما يكفلها القانون بما تكفلها لوائح الجامعه. جميل. هي دي نظره مبشره جدا ان شاء الله بالنسبه للطلاب وبالنسبه حتى للاساتذه الجامعه باعتبار انه هو مكان الان هو يسع حقيقه الجميع وهو دور الاساسي الدور يعني نهل العلم والعلوم في بيئه هي تكون مريحه جدا بالنسبه للطلاب. نامل ان شاء الله لكم التوفيق في هذا. من خلال حديثك بروفا جبت سيره اللي هو الاستنفار والنفره، اصلا هو صفه سودانيه اصيله موجوده من بدري. يعني الان النفره يمكن اخذت بشكل
الطفل الثوري أخذت شكل جديد اللي هي لجان المقاومة، باعتبار أنه هي عندها أدوار مختلفة، عندها لجان مختلفة كلها تعمل في يعني توفير استقرار وأمن ونماء، وبالتأكيد تحاول المحافظة على الحقوق يعني لكل المواطنين وتوفير كل الخدمات المناسبة بشكل وبمجهود يعني الرجال ونساء وشباب أي حي أو خلينا نقول الولاية بشكل كامل. حضرتك رئيس اللجنة العليا للأزمات والطوارئ بولاية الجزيرة، أعتقد بأنها هي لجنة مهمة جدا لأنه هي لها علاقة بشقين، لها علاقة بالأزمات ولها علاقة بالطوارئ، فخلينا ممكن نبدأ نتحدث عن كل واحدة على حدة. في الحديث عن الأزمات الآن في بعض المشكلات الموجودة حقيقة يعني في ولاية الجزيرة، وتحديدا احنا في مدني احنا لافين شايفين الوضع الآن فيما يخص الخبز، مشاكل الآن الصفوف متكررة في الخبز والوقود ويعني عديد من المشكلات، فممكن نبدأ بالخبز والوقود باعتبار انها هي الآن الصفوف اللي احنا تحدثنا عنها في السابق بانه فيها مشكلات، واحنا بلد ما مفروض يكون فيها صفوف يعني بتوفير كل الإمكانات الممكنة، الآن الصفوف لا زالت موجودة، كيف قدرتوا انكم يكون عندكم دور واسهام في حل هذه المشكله؟ ايوه انا بفتكر انه بمجرد التوقيع على الاعلان الدستوري يعني جات الفكره حقيقه من فعاليات في مدني اللي هي فعاليات ثوريه تمثل تجمع الاساتذه جامعه الجزيره، تجمع المهنيين، لجان المقاومه بكل اشكالهم، في انه في فراغ الان اللي من مرحله الاعلان الدستوري لمرحله تشكيل الدوله على المستوى المركزي لمرحله اكمال هياكل السلطه في الولايه. فحقيقة بدينا نفكر في انه يعني المرحلة دي قد تطول، وفعلا الان انا افتكر انه بالتفاوض مع الحركات المسلحة هي طالت حقيقة. لأننا كنا حقيقة متمنين في انه بمجرد الاعلان الدستوري تتم يعني انه يكون في تشكل الحكومة المركزية، وطوال اليوم الثاني طوال تشكل حكومات الولايات على شنو ما يحصل هذا الفراغ. فتنبهنا للامر وحتى يعني عدد من الولايات اخترناهم في انه يا جماعه عندنا نحن فكره لقيام لجنه هي تكون تستلم مهام الوضع الموجود على المستوى الثوري، في انها هي تنتقل من مرحله الاعلان الدستوري لحين تكميل اكتمال تكوين هياكل السلطه في الولايه. وكنا في راسنا حقيقه في ما يلي مشاكل ممكن يعني تزعج الوضع وتزعج استقرار السودان، في انه المواطنين حقيقه لو ما لقوا من يهتم بقضاياهم حقيقه ممكن تكون في عمل وفي ثوره حقيقه، في ناس دايرين يدفعوا بهذه الثوره للوراء، فبالتالي كان لابد من وجود جسم يقدر يدعم حتى على مستوى الاعلان انه والله هذه الفعاليات الثوريه هي قادره تنخرط من مرحله العمل الثوري الاول لمرحله العمل الثوري الثاني اللي هي الدفاع عن قضايا الناس في ظل انتصار الثوره. فكان تشكيله حقيقه بدات الرؤى في انه تشكيله من اجسام شعبيه واجسام رسميه، لكن فشلت المزعله في انه بعد حقيقه لقاء يعني مع ولايه الجزيره في انه اعتماد لجان المقاومه هي كجسم حقيقي للاشراف على توزيع الخبز وكذا. فكنا يعني مستبشرين جدا انه الولايه هي يعني تقتنع بهذه الرؤيه وانه تشكل يعني تعتمد ما ادينا لها. نحن التجمع اللجنه العليا لازمات الطوارئ كونت بفعاليات الثوره نفسها 8 لجان فرعيه في المحليات المختلفه وتنزلت للوحدات الاداريه. ممكن نتعرف عليها. وبدت ايوه وبدت تنظر اللي هي مثلا عندنا في مدني الكبرى، في محليه ام الغوره، في محليه جنوب الجزيره، في محليه الكابلي، في محليه عندنا 8 محليات لغايه 24 غرش وكذا، فعندنا 8 محليات اتعملت فيها نفس الفرعيات على اساس انه تستلم الرؤيه الاساسيه انه هذه اللجنه العليا هي تمشي على المستوى الرسمي، انها تحاول تتفاهم مع المستوى الرسمي انها توفر هذه الخدمات، وتمشي على المستوى المركزي برضو انها توفر تزيد حصه الولايه من الوقود، تزيد حصه الولايه من الدقيق وكذا، وتحاول تكون هي الجهاز الرقابي الفوقي اللي بيتنزل في عداك عنده هيكل كامل لكل الافران، لكل طرمات الوقود، لكل الاشكال. وساهمت لجان المقاومه بشكل كبير جدا في انها هي تشكل هذا الجسم، لكن للاسف لم يتم اعتماده، فتحولت اللجنه دي تماما الى انها هي تبقى لجنه شعبيه يعني او ايوه من فعاليات الثوره، في انها هي تقوم بدور المنوط
في الفكرة هو العمل، يعني أكثر من أنه هي مسألة. الفكرة الأولى كانت هي الشراكة بين الجانب الرسمي والجانب الشعبي لتقديم الـ فالمسألة دي هي حقيقة حصل فيها بعض يعني التأخير. بدأ تكوين شعبي صرف على سنه ينادي بقضايا الجماهير، فبدأ التكوين اختلف، وتنزلت كل اللجان تاني والهيكل اللي تنزل كله على سنه هو جهاز صرف، جهاز مدني صرف يحاول يعني يمشي مع ينادي بقضايا الجماهير وبطريقة حلها بشكل مختلف. مع أنه في حديث يعني الوزير الصناعة والتجارة يعني بسيد مدن عباس مدني بضرورة يعني اعتماد الجمعيات التعاونية بأنها تكون عندها الدور الرقابي الأساسي، وهي اللي بتكون المعين بالنسبة للمواطن، وأيضا هو اللينك ما بينه وما بين السياسيين والقادة في المكان. يعني كيف ممكن تتم المقاربة دي، لأنه أنتوا قمتوا بواجبكم وبدوركم، وفي ذات الوقت لم يتم الاستيعاب بالشكل الرسمي اللي أنتوا أصلا سائل به في وقت نادى يعني وزير التجارة والصناعة بهذا المفهوم. يعني أنا الحقيقة بحيي أستاذ مدني وحيي يعني كل العمل الفائق اللي هو بيقوم به، حقيقة هو بيقوم بعمل كبير جدا بما يلي حل المشاكل وأزمات اللي بتواجه المواطنين. لكن أنا أفتكر أنه الآن في فراق، يعني لو اعتمدنا ولاية الجزيرة الآن في فراق. نحن تكلمنا مع الجهاز الرسمي في الولاية على سنة نحن محتاجين بقدر من الشفافية، وقعدنا حقيقة مع قسم التجارة في الولاية على سنة كل يوم نحن نخطر المواطن بأنه عدد كمية الدقيقة الجات في الولاية هي 8000 ولا 7000 ولا 6000. نحن عارفين أنه الولاية هي بتحتاج 15000 شوال في اليوم من الدقيق، صح بيصدق منها 12000 وبعد مرات بتنزل لغاية 7000 و6000. فأنا أفتكر إذا كان بقدر من الشفافية قدرنا قدمنا للمواطن يعني كمية حقيقة كمية الدقيقة جات في اليوم، وقدرت تم اعتماد اللجنة العليا لأزمات الطوارئ هي الرغيب، لأنه فعلا هذه الكمية تصدقت من الخرطوم وما حصل فيها أي نوع من التهريب لغاية المخزن المركزي في الولاية، وتم يعني بعد ذاك توزيعها، وعندنا اللجان الفرعية التزمت ومسكت. أنا أفتكر ده الجهاز ولغاية آخر مخبز، أنا أفتكر ده النظام والسيستم اللي بيضمن حقيقة رغابة فعلية. لكن الآن أنا أفتكر أنه ولاية الجزيرة تأخرت قليلا في أنها هي تعتمد هذا الجسم، وأنا حقيقة يعني من هنا يعني أتمنى أنه السيد والي الولاية ينظر للمسألة دي بموضوعية شديدة جدا، في أنه هؤلاء الثوار وهؤلاء هم موجودين في الشارع، وهؤلاء هم الممكن يكونوا الزراع الرئيسي بالنسبة له في تقديم هذه الخدمات والرغابة بشكل جيد جدا، عشان هو ما يعيش مع الناس هذه الأزمات. هذه الأزمات في النهاية كلها بتغى على عاتقه، على سنه هي بتحقق لك يعني بتزعج جدا على انه القضايا ما ماشي بشكل سلس، التوزيع ما ماشي بشكل منتظم. فبالتالي لو هو يعني أمن على هذا الجسم وصدق بهذا الجسم، أنا أفتكر هو مخرج الرئيسي بالنسبة للولاية نفسها، في أنها هي بتكون مرتاحة جدا في أنه في جهاز فاعل حقيقة نضمنه ببطاقاته، نضمنه بعناصره، بفحصهم، بوضعهم، بأنه هؤلاء الناس هم حقيقة هم الجهاز الرغابي الموجود في الولاية. كانت في مبادرة قوية جدا من السيد وزير المالية في أنه كل عربات جهاز الأمن وإضافة لها قروش أنه تستخدم هذه العربات وتباع، وعلى سنها هي تجي وتوظف عدد كبير جدا من لجان المقاومه في انه في السودان كله على سنه هم يكون الهيكل الرغابي الموجود. ونحن كان عندنا في مدن حقيقه في ولايه الجزيره عندنا رؤيه في انه لو دعموا بعربات مش تباع العربات، لو هذه اللجان دعمت بعربات تمكينا من الحركه وتكون ملحقه بالمحليات، أنا أفتكر ده حل ممتاز جدا. نعم. عشان إنه كل محلية عندنا عربيتين تقدر تحرك، تساعد في إنها تكشف التهريب، تتابع العربات اللي ممكن هي تكون شايلة وقود ومارقة من حدود الولاية، شايلة دقيق ومارقة من حدود الولاية. لو اعتمدنا حقيقة الولاية وضعت يدها في لجان المقاومة، أنا أفتكر هو ده الحل العسري. فأتمنى حقيقة أنه يتم في الأيام القليلة القادمة. أنا أسمع حقيقة أنه في انخراط كبير جدا بين الولاية ولجان المقاومة في عمل فاعل جدا يقدر يأطر،
ويستفيدوا حقيقة من اللجنة العليا لأزمات الطوارئ، لأنه عندها تجربة كبيرة جدا في أنها هي تبدأ من المركز وتصل لغاية الولاية. نعم نعم إن شاء الله. وفي الآخر هو هم كبير، الناس تتجاوزوا مع بعض يعني، والشراكة هي بالنسبة للجمعيات التعاونية أنا أفتكرها هو حل. الجمعيات التعاونية الآن يعني إذا كان إحنا وجدنا حقيقة السودان يحكم بنظام السماسرة، الآن السودان يحكم بنظام السماسرة، وأنا أفتكر دي من يعني أسوأ الحاجات اللي عملها نظام الإنقاذ النظام السابق، هو انه طلق اليد بالنسبه للسماسره، بقت السلعه حقيقه تطلع من المنتج عشان تمشي للمستهلك بتكون زادت قيمتها 3 أو 4 صحيح صحيح. كان في جبايات وبعض حكايه رهيبه جدا. فانا افتكر انه واحده برضه من مهامكم انكم تساعدوا في انه حقيقه مجله تجارب متطوره جدا زي النظام الفرنسي اللي هو اللي بيلتغي حقيقه فيه المستهلك والمنتج في حته واحده بدون اي وسيط على مستوى المنتجات بتاعت الزراعيه ولا على مستوى حتى المنتجات الثانيه، انه ننظم المزرعه دي ويمكن تكون جزء منها. طبعا خلينا نقول دي فيها فائدتين، الفائده الاولى للمزارع والمنتج اللي هو ما بياخذ شيء بسيط حقيقه، وانه يوفر باسعار رخيصه جدا بالنسبه للمستهلك صح، لما تصل باضعاف لابد انه السودان يعتمد هذا النظام. الوسطاء ده انا افتكر انه لا وجود لهم على الاطلاق، لابد من محاربتهم بشكل جاد. وسطاء على كل المستويات، وسطاء حتى في الاجهزه الحكوميه يوجد وسطاء، فبالتالي لا وجود للوسطاء نفتكره في توفير الخدمه، لا بد من العمل على انه هم يكونوا بعيدين جدا. الالتقاء بين المنتج والمستهلك على كافه الازمه هو الحل، والجمعيات التعاونيه بتقدر هي تساعد عليها في السلع الضروريه في انها تصل. صحيح. يمكن طبعا ده حديث كبير عن يعني الازمات الطوارئ كمان بشكل اخر، اللي هي احنا ده الجزء الثاني من رئاسك لهذه اللجنه، اللي هو فيه يعني مفهوم كبير له علاقه بدرء اثار السيول، النظافه العامه، لانه في كثير من الشكاوى حقيقه في النفايات اللي هي موجوده بشكل كبير، طبعا بيكون عليها ترتبيا البعوض والذباب وغيره، بتشكل مشاكل بيئيه كبيره، يعني خلينا نقول امراض الخريف بشكل عام. شنو الحاجات اللي انتم قدمتوها في دقيقتين؟ حقيقه نحن يعني مشينا مع لجان المقاومه، ولجان المقاومه حقيقه سبقونا، انا افتكر انه سبقونا. ما حصل في ولايه الجزيره وفي مدني بالتحديد هو معجزه ممكن يشهدوها كل الناس، يعني في مجاري حقيقه لم يتم فتحها من 89. يعني مجرى شندي فوق بالمناسبه، ترعه شندي فوق دي هي كانت واحده من المشاكل الكبيره جدا اللي كانت يعني تؤرق يعني صحه المواطنين وتؤرق نوم، حتى الزول ما يقدر ينوم من كثره البعوض ومن المشاكل الكثيره جدا والروائح العجيبه جدا. بشغل مؤسس قامت به لجان المقاومه، وانا حقيقه هي عملت معجزه في الولايه في انها فتحت يعني كل مياه الموجود اللي كانت هي بتكون راكضه في مدينه المدني واتجهت نحو النيل. المشكله الرئيسيه الموجوده حقيقه لجان المقاومه نفسها وحتى تجمع المهنيين، هم قاموا بحملات كبيره جدا للنظافه، قاموا بحملات للرش شملت حتى المناطق النائيه في الـ في الـ في مدني، وكان في مجهود كبير جدا قاموا به تجمع اساس جامعه الجزيره في الثوره موفي، وجد كثير من التقدير وعملوا حتى يوم صحي مصاحب ورش كامل لكل المنطقة، فاليوم التحية حقيقة. فأنا أفتكر أنه الشغل كان في الولاية ماشي. المشكلة الأساسية بتاعت الولاية حقيقة تمثل في مكب الأوساخ، مكب الأوساخ اللي هو كان موجود أساسا في حتة لا يعني لا تحترم أي زول، اللي هي في منطقة الإنقاذ بالغرب، يعني مش بالغرب، هي مع مباشرة في تلاحم مع المواطنين الثورة الإنقاذ. يعني البيوت جنب المكب فيه نفايات طبية، المكب فيه نفايات جاية من الزرة، محل الزرة، المكب فيه طبعا فيها مشكلات صحية كبيرة جدا، هتكون مشاكل خطيرة جدا. اضطرت المواطنين هنا حقيقة انه يسوروا، وبعد المكب بقى ما في ملجأ، ما في مكان. أيوة. فلجنة الهيئة العليا لتجميل الولاية هي اقترحت مكب اصلا بعيد شوية، اللي هي بالغرب من المخرج بتاع مدينة المدني، لكن وقالوا انه يحفروا، المهم كان عندهم راي فني كده تعسر، وقاموا جو في النهايه بالمناسبه اقترحوا مكب، كان واحده من المشاكل الكبيره جدا بتواجهنا في ولايه في جامعه الجزيره، واللي بنرفضها رفض بات، واللي رفضوها حقيقه مواطنين عتره، وقاموا بكل حتى جو بعكاكيز
لا انه يمنعوا المساله دي، هو مكب شرق الجامعه. وده كان اصلا كان ما موفق حقيقه. حقيقه انا يعني اعتقد بانه احنا محتاجين الفتره القادمه يكون فيها يعني في مصانع الان، يعني تركيا الان عندها دور كبير مساله تدوير النفايات، نامل انه تكون بشكل كبير حقيقه حتى تستوعب، لانه مساله لها علاقه ايضا بالتنميه ولها علاقه بالاقتصاد ولها علاقه بانه احنا بنوفر نظافه وصحه بالنسبه لاي مكان، وفي ذات الوقت هي تعمل لنا اضرار وانعاش للاقتصاد القومي، يعني بكثير من الوفره من انتاج مواد متميزه جدا من خلال مخلفات هذه النفايات. حقيقه هو الحديث كثير والحديث كبير، ويمكن الادوار اللي بيقوم بها يعني كلكم مشكورين حقيقه على هذه الادوار الكبيره. مساله اللجان المقاومه اللي عندهم ادوار في هذا الامر، لهم حقيقه كل الشكر والتقدير والامتنان، ونامل انه هي تتضافر الجهود، لانه زي ما بيقولوا يد واحده ما بتصفق، كل الناس اذا اتلمت مع بعض هي حقيقه هتقدر تعمل النهضه المطلوبه، لانه الهم الاوحد هو السودان ونماؤه واستقراره وتوفير ان شاء الله كل المعينات لهذا المواطن الذي يستحق كل الخير. بروف محمد طه يوسف الامين، انا شاكره حقيقه ومقدره جدا يعني لهذه الحلقه اللي كانت متميزه كأستاذ جامعي وكمدير لهذه الجامعة الكبيرة حقيقة، هذا الصرح الكبير. حابة إذا في أي رسالة حابة أنت توجهها على كافة المستويات، إذا المستوى الأكاديمي أو مستوى الثوري، خلينا نقول اللي هو فيه مفاهيم كبيرة جدا لعملية الاستقرار خاصة لولاية الجزيرة. أولا والله نشكركم، أولا شكر مرة أخرى، وأنا أفتكر أنه في دور كبير جدا بتقوموا به حقيقة، ودوركم يتعاظم في المرحلة الجاية. أنا أفتكر أن الدور ده يتعاظم، لانه المساله انه انا افتكر ثوره ديسمبر المجيده هي ثوره مفاهيم. صحيح. يعني لو اتكلم عن حريه، سلام وعداله، هي هو هذا انا افتكر هذا الاعلان اللي هي اعلان الحريه والتغيير جاء بدري جدا في عمر الثوره. انا لما اتكلم عن الثوره الفرنسيه وانتكاسه الثوره الفرنسيه واعلان الثوره الفرنسيه جاء متاخر جدا، بفتكر انه ثوره ديسمبر المجيده هي يعني في هذا المقام هي افضل من الثوره الفرنسيه في انها هي حققت اعلانها. احنا الثوره الان هي متقدم. تدرس للشعوب. عشان كده ما جات لها الانتكاسه. نعم. يعني لما حددت ملامح الاعلان الدستوري، الاعلان اعلان الحريه والتغيير، هو حريه والسلام والعداله، هو كان الاعلان ده تم في وقت متقدم جدا، فبالتالي يعني حقق استقرار للثوره دي. عشان كده الرساله الاساسيه اللي بقولها لكل مواطن موجود انه لا رجعه عن هذه الثوره. حماها موجودين اللي هم لجان المقاومه وكل الفعاليات الموجوده الثانيه، فكل من يحلم بانه هذه الثوره هي عندها رجعه للوراء، نفتكر انه هو يصحح مفهومه، دي الرساله الاولى، وينخرط ايجابيا في طريق تطور هذه الثوره على سنها، هي بنجاحاتها هي نجاح للجميع وانطلاق لكل الحريات وانطلاق لكل هي ثوره حقيقه للمفاهيم، ثوره لتثبيت العادات والتقاليد والدين الاسلامي والدين المسيحي. نقول احنا دوله حقيقه فيها كل يعني العالم. نامل ان شاء الله عبر هذه المفاهيم الجميله بروفيسور محمد طه يوسف الامين ان تتم ان شاء الله بالشكل المطلوب ويتم الاعمار لهذا الوطن الكبير السودان. بروفيسور محمد طه يوسف الامين وهو رئيس اللجنه العليا للازمات والطوارئ في ولايه الجزيره، وعضو تجمع اساتذه الجامعات السودانيه لتجمع المهنيين، وهو الان مدير لهذه الجامعه جامعه الجزيره، وكثير بالتاكيد من القائمه تطول في وصفه يعني بروفيسور محمد. شكرا جزيلا لك، شكرا، نامل لكم ان شاء الله مزيدا من التوفيق على المستوى الخاص وعلى مستوى ولايه الجزيره وكل السودان. شكرا جزيلا لك، اتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقه خاصه من ولايه الجزيره، نامل ان شاء الله الاستقرار والامن والامان لهذه الولايه ولكل السودان. دمتم بالف خير، ونلتقيكم في لقاء جديد باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.